وبنطلب من كل المواطنين الشرفاء انهم يتبرعوا. واحب برضه اقول عشان في بعض المقالات قالت ان في اجبار، لا احنا بنطلب التبرع يكون كله بالحب، واللي عايز يتبرع اهلا وسهلا، لان احنا بننمي بلدنا وبايدينا. المبلغ طبعا اللي حددته سياده الرئيس 275 مليار، مبلغ كبير، لكن انا شايف ان ده حلم صغير على المصريين انهم يعملوه، والتاريخ يثبت ذلك. يعني دي حاجه انا مش هتكلم فيها. طب قول لنا استاذ ابراهيم، يعني التبرع بس من خلال الحساب زي ما قلتوا من شويه، ولا ممكن يكون الباب مفتوح برضو للمشاركات من خلال الرسائل على الموبايل؟ يعني برضو انا قبل كده اتكلمنا وتابعنا الملف ده، ان اكتر التبرعات بتيجي من الناس اللي محتاجه كل قرش، يعني الناس البسيطه بتتبرع اكتر كمان، وبشكل يومي ومباشر من خلال الارقام دي على الموبايل. فهل ده مطروح ولا لا؟ يا فندم حضرتك، طب اللي عايز يتبرع في البنك اهلا وسهلا، اللي عايز يتبرع اس ام اس ممكن يتبرع اس ام اس، اللي عايز يتبرع بفلوس واحنا نروح ناخدها من لغايه البيت احنا على اتم استعداد. دي حاجه بسيطه جدا نعملها، ان احنا نساعد في تنميه جزء عزيز من بلدنا الغاليه.